أكبر اختفاء للبشر في التاريخ. الطقس الغامض الذي يحاول علماء العالم أجمع منذ قرن تقريبا فك سره. ومصير العلماء الأوكرانيين المجهول بعد ملاحقة السلطة السوفيتية لهم. متحف الآثار الإقليمي في كييف هو مؤسسة علمية ثقافية وبحثية شابة، ويقع في مدينة يعود تاريخها لأكثر من 1000 سنة. أما معروضاته فتأخذنا آلاف السنين إلى الوراء. ويدعونا لزيارة هذا المتحف ليس أيا كان، وإنما فيكنتيخ فويكا المكتشف لواحدة من أقدم ثقافات العالم. هذا النموذج البسيط لبيت ذي طابقين غير بسيط أبداً بالنسبة لعصره. هو يسمى اليوم بالعزبة أو الفيلا تريبولية، البيوت القائمة على ركائز لتتمكن من أن تكون بطابقين. المعبر عن عملية وطريقة بناء المساكن، استخدم الطابق الأول لحاجاتهم الزراعية، ولم يكن هناك أي أرضية، أي أن أرضيتها كانت من التراب. رب هناك الماشية، وكان هناك عدد من المواقد والأواني المطبخية. سكن الناس الطابق العلوي، حتى أنهم كانوا يوقدون النار فيه للتدفئة، حيث أن أرضيته كانت من الخشب المغطى بالطين المحروق، أي أنها كانت متينة جداً. غطوا أسطح هذه المنازل بالقصب والقش، وفصل بينها وبين الطابق الثاني عليا. حتى أن بعض العلماء يعتبر هذه العلالي طابقاً ثالثاً. تشكلت من هذه البيوت البسيطة المعقدة المستوطنات التريبولية الأشبه بالمدن. ولكن كيف اختفت جميع هذه المدن؟ ولماذا اختفت جميع المساكن التريبولية في دقائق معدودة؟ وما هو مصير أول باحث أوكراني في الحضارة التريبولية؟ تظهر أضخم مدن التريبوليين ما بين القرن 41 و 38 قبل الميلاد على أراضي أوكرانيا ومولدوفا ورومانيا، وتصبح على الفور أعظم تجمعات سكنية في أوروبا حينها. وينسب جزء من العلماء نشوء شبه المدن هذه إلى التطور الاقتصادي الكبير عند التريبوليين، وجزء آخر إلى الحروب والحاجة لصد الغزاة، كما وأن هناك تفسيراً آخر. بدأت المواقع السكنية في مرحلة من المراحل بعد أن تطورت الحضارة بشكل سريع مع ازدياد عدد السكان الذين توافدوا إلى هذه المناطق، بدأت تتحول إلى مدن كبيرة. وبالتالي من أهم ظواهر التريبوليين هي مدنهم الكبيرة الحجم والقوية ذات الشوارع العريضة والساحات العظيمة مع المعابد في مراكزها. وصل عدد سكان المدن التريبولية إلى 15,000 نسمة، مع العلم أن المدن التي كانت موجودة في أوروبا وحتى في العالم أجمع في ذاك الحين لا يمكنها التباهي بأكثر من 2000 نسمة، كما وأخذوا في المدن التريبولية بعين الاعتبار جميع التفاصيل حتى البسيطة. كان من الضروري وجود المنوال في كل بيت وبعض وسائل الراحة التي حسنت من مستوى معيشة العائلة. ويتحدث هذا أيضاً عن مستوى معيشة السكان الذين قطنوا هذه المدن والشوارع العريضة التي فصلت بين البيوت.
وربما يعود ذلك إلى ضرورة إخراج المواشي في الصباح للرعي في الحقول وإرجاعها إلى زرائبها في المساء دون عائق. تشهد الحفريات الأثرية على أن هذه المدن عانت من هجوم الأعداء وتقلبات الطبيعة، ولكنها لم تتمكن من تحمل التريبوليين وطقسهم الغريب. هذا الطقس المميز الذي دفعهم لترك مساكنهم ونواحيهم. عاشوا في بلداتهم الصغيرة والكبيرة من 50 إلى 70 عاماً أو 100 كحد أقصى، ويمكن أكثر، عاشوا أكثر في بعض الحالات، ولكن كان عليهم الانتقال إلى مكان آخر. لم يتركوا بلداتهم ببساطة ولم يأخذوا كل ما يملكون معهم، بل قاموا بإحراقها. بعد انتهاء هذه الفترة تركوا حتى أوانيهم الطقسية لأسباب متعلقة بمعتقداتهم، عبأوها جميعها بمواد قابلة للاشتعال مثل القش والقصب والخشب، وجرى إحراق المدينة بالكامل، وانتقل السكان للعيش في مكان جديد. هناك أمر محير جداً، إذ أن التريبوليين حرقوا بيوتهم فقط بعد أن تركوا فيها الأواني والتماثيل وأدوات العمل والحبوب واللحوم. هذه الأضحية حتى بالنسبة لوقتنا ثمينة جداً. وضع العلماء عدة فرضيات محاولين فهم طبيعة هذه الظاهرة، وتشير واحدة إلى التريبوليين ليس من الناحية الجيدة. انتشر التريبوليون كالجراد، كانت لديهم صفة سلبية، فلقد استخدموا كثيرا من الأخشاب لبناء هذه المدن وأنهكوا الأرض بالزراعة والرعي الدائمين، كما ومن الممكن أنه لم تعد تكفيهم الموارد الغذائية، فحاولوا إيجاد شروط أفضل للحياة وأرضا أفضل لمواصلة الحياة. كانت الغابات المحيطة كافية وعدد الناس قليل، تمكنوا من تدبر أمورهم حتى لا ينهكوا البيئة المحيطة بهم. استطاعوا تنظيم أمورهم ليعيشوا ويقتاتوا في مكان واحد لعشرات بل ومئات السنين. ولكن هذه النظرية لا تصلح للقرى الصغيرة التي مارست أيضا هذا التقليد الغريب الذي عاش حوالي 2000 سنة. يوجد افتراض يقول بما أنهم عاشوا مع المواشي التي كان يربونها عادة في بيوتهم في الطابق الأرضي، ربما أدى ذلك إلى انتشار الأوبئة، كانوا يتخلصون منها بهذه الطريقة، أي كان هناك سبب لإحراقهم لها. وبما أن هذا كان منظما ودوريا، توجد فرضية أخرى تقول أن هذا طقس ونوع من التضحية. حتى حول الأضاحي لم يجتمع العلماء على رأي واحد، وهناك على الأقل فرضيتان. يتكرر خسوف القمر الكامل خلال فترة 50 أو 70 عاماً، وبما أنهم وفقاً لهذه الفرضية كانوا يعبدون القمر كرمز لأحد الآلهة، قدموا هذه الأضحية وانتقلوا إلى مكان آخر للعيش طالبين ظروفاً أفضل لذريتهم. فعلوا هذا لإرضاء أرواح أجدادهم المرتبطة بهذه المساكن، حيث أن الأجيال السابقة هي التي بنتها وبنت هذه المدن وكانت متعلقة بها وموجودة في هذا العالم، وتوجب القيام بطقوس معينة لتشريفها ولتخليدها. كان عليهم إحراق كل هذا لينتقل مع النار والدخان إلى ذلك العالم الذي تعيش فيه أنفس الموتى. الشيء الوحيد الذي بقي من المدن التريبولية العظيمة هو بقاياها في الأرض، ونماذج البيوت التي عثر عليها في نواحيهم المفيدة في دراسة هذه الثقافة الغابرة بقدر ما هي غامضة. ولماذا صنعها التريبوليون؟
ليس لدى العلماء أي جواب شاف على هذا السؤال حتى الآن. необходимо сказать, что многие народы и племена, заселяющие يجب القول أن الكثير من الشعوب والقبائل التي سكنت الأراضي الأخرى في ذاك الوقت كان لديها نماذج مشابهة لهذه المساكن الفخارية، وينتقل بشكل عجيب صدى هذه الثقافة في صنع نماذج البيوت أو المعابد ليظهر بعد عدة آلاف من السنين في ثقافة التروسكي التي تصنع نماذج مشابهة للبيوت الفخارية، ولكن استخدامها محدد بدقة عندهم. عاش الممثلون السابقون لثقافة التروسكي في الجزء الغربي الشمالي من شبه الجزيرة الإبنينية في الألف الأول قبل الميلاد، وسبقوا ظهور الحضارة الرومانية، واستخدموا نماذج البيوت الفخارية ليحتفظوا في داخلها برفات موتاهم. ولكن وفقا لتأكيد العلماء الباحثين في مفهوم التريبوليين الكوني وديانتهم تحديدا، استخدمت النماذج الفخارية لغرض مختلف تماما، والافتراضات كثيرة. والبعض يقترح فرضية أنه كان لدى التريبوليين طقسا لمباركة المساكن في مراحل بنائها المختلفة. وتقول هذه الفرضية أنه بعد أن أنهى التريبوليون مرحلة من مراحل البناء، قاموا بوضع مجسم فخاري يعكس مرحلة البناء، وانتقلوا إلى مرحلة البناء التالية فقط بعد مباركته. عند الانتهاء مثلا من تشييد الطابق الأول، وضعوا نموذجا للطابق الذي بورك بطريقة ما من خلال طقس معين، وبعد الانتهاء من هذا الطقس بنوا جدران البيت، وبعد بناء الجدران صنعوا نموذجا. مع الجدران وما يحتويه مثل الموقد والمصطبة التي كانت تحمل الأواني والفرن. ويؤكد الباحثون أن التريبوليين صنعوا أولاً وقبل أن يبنوا السطح نموذجاً فخارياً له وباركوه، وفقط بعد ذلك غطوا سطحهم بالقصب والقش. هناك نماذج مثيرة للبيوت التي يمكن تركيبها من ثلاثة أجزاء. هناك نموذج للطابق الأول يحتوي على الأساس والأرضية، ويوجد نموذج لبيت مع الجدران ومحتوياته، ويوجد نماذج فخارية مستقلة للأسطح. هذه النماذج الفخارية هي دليل آخر على فرادة هذه الثقافة التي عاشت على الأراضي الأوكرانية قبل 7000 سنة مضت، ولم تعرف أي من الثقافات الأوروبية في ذاك الوقت شيئاً مشابهاً. ولو افترضنا أنه يمكن العثور على شبه في إعداد مجسمات فخارية للبيوت أو المعابد عند الثقافات الأخرى التي عاشت في ذاك الوقت في أوروبا، فلن نعثر أبداً على مجسمات جزئية لهذه البيوت. ويبدو أن هذا مرتبط بتقليد معقد أو بطقس لمباركة البيت خلال مراحل بنائه المختلفة. وما هذا إلا فرضية من بين الفرضيات الكثيرة، وتربط إحدى الفرضيات المطروحة المجسمات الغريبة للبيوت بطقس أغرب منها، ألا وهو إحراق المساكن. أحرقوا جميع بيوتهم مع ممتلكاتهم الأساسية ومدخراتهم، ولم يأخذوا معهم إلا بعض الحاجات الضرورية. ربما أخذوا معهم هذه المجسمات الفخارية لبيوتهم ومعابدهم، وكانت من بين الأشياء القليلة التي نقلوها معهم إلى مكان العيش الجديد، ناقلين روح البيت بهذه الطريقة. يتوجب على علماء الآثار اليوم نبش الكثير من مستوطنات التريبوليين للإجابة على الأقل على واحدة من المسائل الغامضة، فقد تكون الإجابة مختبئة في واحدة منها وتنتظر وقتها لتساعد في إلقاء الضوء على بعض المسائل، كما حدث مع مجسم المسكن التريبولي التي عثرت عليه فاليرا كازلوفسكا وقدم مساعدة ثمينة للباحثين من بعدها. لكن البلاشفة الذين استولوا على السلطة في عشرينات القرن الماضي لم يقدروا قيمة هذا الأثر العلمي، وقاموا بالقضاء على المثقفين الأوكرانيين بقساوتهم وببرودة أعصابهم المعهودة. ولم تكن فاليرا كازلوفسكا أول عالمة أثار تعثر على مجسم لمسكن تريبولي استثناء.
ألقى الشيوعيون القبض على عالمة الآثار عام 1933 متهمينها بالمشاركة في منظمة اتحاد تحرير أوكرانيا المعادي للثورة، بالرغم من اضطرارهم إلى أطلاق سراحها لغياب الإثباتات، ولكن من بعدها لم يسمحوا لها الاشتراك في أي عمل، ولكنها عملت في عهد الاحتلال النازي في المتحف الإقليمي للتاريخ البدائي والغابر الذي أعيد إنشاؤه. وأنتم تعلمون علاقة السلطة السوفيتية بالأشخاص الذين بقوا على الأراضي المحتلة، وفي هذه المرة لا يقوم الباحثون بالأخطاء السابقة، ولعلمهم بما جرى مع زملائهم في الثلاثينيات يتركون البلاد بشكل جماعي. فهمت كازلوفسكا أن الشيوعيين لن يسامحوها لتعاونها مع المحتل، لذا اضطرت سنة 1943 إلى ترك أوكرانيا نهائياً. بالإضافة إلى كازلوفسكا هاجر الآخرون مثل بيوتر كوريني ومعيدة الجامعة الشابة كورديش التي انتقلت إلى الولايات المتحدة، ومنهم من استقر في ألمانيا، ومنهم من ذهب أبعد خلف المحيط. حتى الكاتبة دوكيا هومانيا التي كتبت الأعمال الشهيرة عن تريبوليا اضطرت للتخفي بعيدا عن أعين السوفييت. وفقاً لبعض المعطيات، أخذت فاليريا معها إلى الغرب أرشيف خبويكا وجزءاً من مقتنيات المجموعة الأثرية، لكن حقيقة هذه الواقعة ما تزال غير مؤكدة.